ظهرت الفنانة صفوة بعد غياب 15 سنة بعد الظهور أمس، وهي عندها دلوقتي 54 سنة، وقالت إن هي اتعرضت للنصب على يد جوزها واكتشفت ذلك بعد الطلاق، وبالإضافة إلى علمها بأنها متهمة بالتهرب الضريبي على الرغم من دفعها كامل الرسوم الضريبية بالكامل. وأوضحت إن بعد طلاقها اتفاجئت بأن سيارتها مباعة وكل أرصدتها في البنك مسحوبة، حيث قام زوجها بالتصرف في أموالها وأملاكها بالنيابة عنها بناء على توكيل عام قدمته له لإدارة عملها. وقالت إن بعد الطلاق فوجئت بأنها في حالة ضياع، ثم أثرت هذه الحالة على نفسيتها بشكل سلبي، وتساقط شعرها بالكامل وفقدت رغبتها في الحياة وحاولت إنهاء حياتها. للأسف مفيش حد مرتاح، امبارح ياسمين الخطيب والنهاردة صفوة. ربنا يكون مع الكل. وقالت الفنانة صفوة أنها عمرها ما عملت عملية تجميل، وقالت ما بفكرش أعملها، مؤكدة أن أي عمل تقدمه يجب أن يكون على أكمل وجه، ولو ما كانش كده مش هتقدمه. وقالت إن الطبيب النفسي كان له مرحلة ولم يلازمها، مشيرة إلى أنها عندما كانت تنتهي من عملها وتخلد إلى النوم كانت بتشعر بأن الحسين بيناديها. وأوضحت صفو أن هناك أوقاتا كان أصدقائها يذهبون فيها إلى الحسين وكانت تقول لهم هو ما بينادينيش، وهناك أوقاتا أخرى قالت كنت أذهب يوميا إلى مسجد الحسين بعد الانتهاء من العمل وكنت أشعر أني مرتاحة، قائلة هناك وقت من الأوقات كنت أشعر أن الحسين أمامي ويطالبني بالذهاب إليه، وفي هذه الفترة كنت هتحجب. وأشارت إلى أن ال5 سنوات التي ابتعدت فيها عن الوسط الفني لجأت خلالها إلى طبيب نفسي، لافتة إلى أنها كانت بحاجة لأن يكون أحد ما بجانبها لأنها لم تكن تنام. وأوضحت الفنانة صفوة علاقتها بالفنان كاظم الساهر خلال حلولها ضيفة على برنامج كلام الناس المذاع عبر قناة الإم بي سي مصر، وقالت صفوة كنت بصور قاعدين ليه، وفي الوقت ده كنت متطلقة وكنت أعرف شخصية مهمة وهي قريبة الشبه جدا من كاظم الساهر وكان من اسكندرية وكان دايما بيعزمني أنا وفريق العمل. وقالت هذه الشائعة مر عليها 15 سنة وأكثر، لافتة إلى أن الفنان كاظم الساهر أصدر بيانا نفى فيه هذا، وهي أيضا أصدرت بيانا نفت بعلاقتها بيه، مشيرة إلى أنها ليست من الفنانات التي يصدر عنها شائعات كثيرة وهي ملهاش علاقة بالسوشيال ميديا نهائي. وقالت إن هي فشلت في إن هي تصبح ست بيت خلال السنتين الماضيتين لأنها دي مش حياتها، مشيرة إلى أنها انسحبت من الوسط الفني وفكرت في العمل بوظيفة أخرى، وأضافت أنها لم تفكر مطلقا أن تعمل مع فنان آخر أو يسبقها في العمل فنان آخر، مشيرة إلى أنها شاركت في برامج كثيرة وهي صغيرة السن، وكانت دائما تصرح بأن عندما تصل إلى 35 سنة هتكون مثل لاعب الكرة يجب أن يعتزل، وهي المفروض كانت تعتزل الرقص. وأوضحت أنها اعتزلت الرقص عند 37 سنة، مؤكدة أن السنتين الزيادة عن سن 35 سنة كانوا عبء عليها، لافتة إلى أن الرقص الشرقي له عمر معين ويجب التوقف عنده. صفو عندها دلوقتي 54 سنة، وقالت بعد العرض الأول لفيلم هي فوضى خرجت باكية ولم تعمل بالتمثيل لمدة 5 سنوات ورجعت من حوالي 6 شهور فقط، وقالت خلال العامين الأخيرين فكرت في اعتزال التمثيل وفكرت في إنهاء حياتي، لكن شعرت برسائل من ربنا بتقولي هناك أمور جيدة هتحدث لك، وبالفعل انتهيت من مسلسل وأعمل على تحضير فيلم ومسلسل آخر. وردا على سؤال ما سبب تفكيرك في إنهاء حياتك، فقالت شعوري بأن تاريخي الفني والأعمال اللي قدمتها مفيش حد حاسس بيها، والمفروض إني أكون واقفة على أرض صلبة بعد مشواري الطويل، لكن أحيانا أكون في مكتب منتج ولكي يقلل من الأمور المادية بيشير إلى غيابي عن الساحة الفنية لفترة طويلة. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد
وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.